يعني مشهد رأسي في غرفة النوم، اوكي الزمان ليلة الدخل، المكان منزلهم الجديد، الزوج أخيرا بقينا مع بعض في بيت واحد، الآنسة عصمت، من فضلك احترم نفسك. أقول لك تعال نشوف حاجة كده ونرجع تاني. طيب أوكي ابقوا اوكي معنا. ياه، اخيرا بقينا مع بعض في بيت واحد. لا يا سلام، احترم نفسك. في ايه؟ ايه يا بنت، انت بقيتي مراتي؟ مراتك في عينك انت، مفيش دماغ غير الحاجات دي. والله ما فاهم. فاهم، انت بقيتي مراتي صح؟ اه. طيب انا بقى عايز اخدك في حضني ونترمي ننام. طب بقول لك على حاجه، اطفي النور الاول عشان بتكسف. حيل هطفي النور بس مش هتغيري الفستان ده. ايه قلة الادب دي؟ ما تحترم نفسك، انت مش جايب واحده من الشارع. ايه ده، انت شكلك فهمتيني غلط. طب بص انا فاهم. طب بص سيبك من دي، سيبك من دي خالص. طب بص واحده حتى. يا ايه القرف ده؟ قرف؟ اه قرف. طب سيبك من دي كمان، سيبك من دي. تيجي نعمل انت ايه الادب على فكره؟ ايه يا بنتي حبيبتي، دي ليلة الدخلة، عايزانا نعمل ايه يعني؟ نراجع مالك ثانوية عامة؟ أكيد لأ، قال كده وبالراحة. طب بصي سيبك من ده كله، أنا هقولك بطريقتي. ممكن يا أخت تديني حقوقي الشرعية بما لا يخالف شرع الله؟ ماشي اتفضل، بس هقولك على حاجة الأول، يعني يا ريت تنجز بسرعة عشان عندي شغل الصبح. وحاجة كمان، أنا عاملة شعري ومفيش وقت أروح بكرة الكوافير ومعيش فلوس، فيا ريت تخلي بالك بس. معلش أقول لك على حاجة، أنا أنت كرهتيني في نعمة ربنا. وأقول لك حاجة كمان، أنا هروح أنام في الحمام وبيفكريني الصبح أطلقك عشان مش هلاقي مأذون فاتح دلوقتي. ماشي؟ هتنام في الحمام وتسيبني؟ أه. هي دي الرجولة؟ بس يا بنت. ماشي براحتك، أنت الخسران على فكرة، ده أنا كنت لسه هلبس لك البيجامة الجديدة. بس يا بنت. المشهد ده انا ده اقتبسته من كتابك. طب ده بتاعي مش أيوة. مقتبس، ده هو يعني خليها اقتبسته عشان ما تقدريش يعني الصف ومثلتي.